الربيع العربي، نهاية التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، سقوط سور برلين، حين تنتهي الحرب، وحين تصل الأمة إلى حد الأزمة، وحين يسقط الدكتاتور، تحين عندها الأوقات التي يعلو فيها الصوت لأقصاه للدعوة إلى دستور جديد. وضع الدستور أمر محفوف بالمخاطر، إذ لابد من اتخاذ قرارات صعبة وعظيمة الأثر حول الاتجاه الذي ستتخذه البلاد. لذا ينبغي علينا توقي الحرص بصفة خاصة عند تصميم العملية، ولكن علينا ألا نندفع بسرعة ونبدأ الكتابة، فقد تكون الخطوة الأولى هي التفكير في وضعنا السابق وما هي وجهتنا وكيف نرغب في الوصول إليها. وقد تكون العملية طويلة الأمد، غالبا ما تستغرق عدة أعوام، وقد يكون الطريق طويلا ومتعرجا، ولكن يجب أن نتجنب الطرق المختصرة، لأن الرحلة تتعلق ببناء التوافق والثقة، وتماثل أهميتها أهمية الوجهة ذاتها. لذلك من الضروري أن نخطط للمسار مسبقاً وأن نتأكد من أن الجميع قد لحق بالركب. إذن كيف يمكن أن نصمم العملية؟ من يكتب الدستور؟ وكيف يقومون بذلك؟ معظم الدساتير تدعي أنها كتبت بواسطة نحن الشعب، وقد يعتمد ملايين البشر دستوراً في تصويت وطني، ولكن كيف يمكن لملايين البشر كتابته بقلم واحد؟ يعهد بالكتابة الفعلية لذلك الدستور إلى هيئة مسؤولة عن وضع الدستور، وقد تأخذ هذه الهيئة أشكالاً عديدة، فقد تكون مجموعة معينة أو منتخبة من الأشخاص، كبيرة أو صغيرة. كانت هيئة وضع دستور دولة بنين عبارة عن مؤتمر وطني يتألف من حوالي 500 عضو، في حين اعتمدت كينيا لجنة مكونة من 9 خبراء فقط، وكتب دستور إسبانيا من قبل لجنة برلمانية مكونة من 7 أعضاء، وانتخبت تونس أكثر من 200 شخص للجمعية التأسيسية. وسوف تقوم هذه الهيئة بالعمل المضن المطلوب لصياغة الدستور والتفاوض بشأنه، والاختلافات أمر وارد، وسوف يحتدم النقاش. وليس وضع الكلمات على الورق هو أصعب ما في الأمر، بل بناء الإجماع الذي يتيح للمجموعات المختلفة أن تلتقي وتتفق على دستور يعكس بحق احتياجات الشعب وتطلعاته. لذلك أياً كان نوع هيئة وضع الدستور المختارة، فلا بد أن تتضمن العملية مجموعات المعارضة جنباً إلى جنب مع الحكومة، النساء جنباً إلى جنب مع الرجال، الفقراء جنباً إلى جنب مع الأغنياء، الشباب وكبار السن، المجتمعات المحلية من الأقليات العرقية والدينية أو اللغوية، بالإضافة إلى الأغلبية الثقافية. ولا بد إما أن يتم تضمين جميع هذه الأصوات في هيئة وضع الدستور، أو أن تقوم الهيئة بالسعي للوصول إليها ووضعها في الاعتبار. نحن الشعب تعني كلنا جميعاً. لذا ينبغي على هيئة وضع الدستور أن تشرك الجمهور في نقاش وطني. في كينيا تم توزيع مسودات الدستور من خلال الإنترنت والصحف، وفي جنوب أفريقيا جرى عقد أكثر من 1000 جلسة تشاور علنية في شتى أنحاء البلاد، وفي تونس شاهد الشعب المناظرات على التلفاز وناقش القضايا على شبكات التواصل الاجتماعي. ولإتمام عملها تحتاج هيئة وضع الدستور إلى دعم مادي وفني من الحكومة والمجتمع المدني، وغالباً من المجتمع الدولي، ولكن من الضروري أن تظل مستقلة عن المصالح الخاصة المناهضة للديمقراطية أو غير المشروعة. وبمجرد تجهيز المسودة النهائية يمكن حينئذ اعتماد الدستور باسم الشعب، وعادة ما يحدث هذا من خلال استفتاء أو من خلال التصويت بأغلبية خاصة من قبل النواب المنتخبين، وفي هذه اللحظة الرمزية العظيمة يصبح الدستور ملكاً لنا. ولكننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق، فالعملية تستمر فيما بعد مرحلة الموافقة على نص الدستور. فإذا أريد للدستور الجديد أن يكون أكثر من مجرد حبر على ورق، فينبغي للدستور أن يجري تنفيذه. لابد من إنشاء المؤسسات وإجراء الانتخابات وشغل المناصب، ولابد أن تتسق القوانين والسياسات مع الدستور لكي يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في حياة الناس. إذا كانت العملية شرعية وشاملة للجميع، وإذا شعر الناس أنهم هم الذين قاموا بكتابة الدستور، فسوف يدافع الدستور عن الديمقراطية ويحميها لأجيال قادمة.